الجانب الإيراني تقدم أشواط ربما بعيدة في الوصول إلى القدرة على إنتاج أو تصنيع سلاح نووي. هذا الموضوع لا تعلن عنه إيران، وكذلك إسرائيل لا تعلن عن ما تعلمه بشكل مباشر وأيضا عن خطواتها بشكل مباشر. هذا يعني ديدا إسرائيل دائما في الحرب ضد خصومها وضد أعدائها، هي لا تعتبرها حتى حرب هجومية، وإنما تعتبرها حرب دفاعية حفاظا على أمنها وأمن شعبها. وهذا موضوع معروف بإسرائيل، يعني سواء في تجاربنا نحن كأمة عربية واجهناها منذ يعني أربعينات القرن الماضي وحتى اليوم. أما إيران فإيران الحقيقة لا ترعوي إيران، يعني ليس أنا من خلال هذا البرنامج يعني أكثر من مرة ذكرت أنه لابد أن توجه إسرائيل ضربة، لابد، يعني هذا الموضوع لا يمكن أن يتعدى حدود المديات الزمنية المنظورة. ليس كما ذكر وزير الخارجية الأمريكية، ليس هناك أفق مفتوح لدينا لننتظر إيران عندما يعني ترحم العالم وتقول أوكي أنا توقفت عن التصنيع النووي أو التجارب النووية أو اليورانيوم المخصب وزيادة نسبته، أو حتى الأسلحة البالستية، الصواريخ البالستية بكل أنواعها. هم يعلمون ويراقبون إيران على فكرة، يعني إيران مراقبة على مدار الساعة، وإيران مراقبة في كل تحركاتها، وإيران ستفاجأ بالضربة الإسرائيلية، وستحتاط كل دول العالم، أوروبا وأمريكا ودول كثيرة حتى إقليمية لهذه الضربة، بل ربما ستشارك في منع إيران من إعادة صد الهجوم أو رده باتجاه الهجوم المقابل. إيران لن تكون دولة مهاجمة، لن يسمحوا لها أن تهاجم حتى وإن هاجمت، فالعالم كله سيضع ليس قبة حديدية واحدة وإنما قباب حديدية لحماية إسرائيل. أما إذا سقطت الصواريخ على سوريا والعراق ومصر هذا لا يهم، يعني بالنسبة لهم هذه ربما خسائر متوقعة، لكن لا يسمح بخسائر أكيدة على الكيان الصهيوني.